الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية في مصر، محتاجين تكاتف جميع. الحكومة ليها دور ودور مهم جدا، القطاع الخاص ليه دور مهم جدا، المجتمع المدني ليه دور مهم جدا. فمن هنا الحقيقة المؤتمر مهم. أنا الحقيقة بأكد على أن هذه الحكومة عندها رؤية واضحة جدا ورؤية تنموية، اشتغلنا فيها بالمشاركة القوية مع القطاع الخاص ومع المجتمع المدني ومع شركاء التنمية من المنظمات الدولية، أيضا شاركت معنا في إعداد هذه الرؤية. فالبوصلة واضحة جدا للجميع، تم إعلانها من السيد رئيس الجمهورية، من السيد رئيس الحكومة، من الوزراء المعنيين، بحيث أن احنا عايزين بقى القطاع الخاص ودور المسؤولية المجتمعية للشركات يكون دور واضح جدا. زي ما قلنا في الكلمة أن الأهم دور هو أن الشركات وأن القطاع الخاص يستثمر ويضخ استثمارات كتيرة جدا في مصر خلال الفترة الحالية والفترة القصيرة القادمة، دون انتظار لإصلاح كل الحياة سياسيا واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا. بالتالي لازم دور مهم جدا، دور مهم جدا للحفاظ على حقوق العمال وعلى تدريبهم وعلى تأهيلهم وعلى رفع كفائتهم، دور مهم جدا مع الحكومة في المتابعة وتقييم الأداء. احنا دايما بنقول ان الحكومة لو اتثابت ان هي اللي بتقيم نفسها فبتطلع ان الامور الحمد لله كلنا كويسين وعملنا جهد كبير، لكن هي دور مهم للقطاع الخاص في المراقبة في المحاسبة في المتابعة، ده مهم جدا. مش بس بتكلم زي ما قلت القطاع الخاص، بتكلم على مجتمع مدني شريك اساسي في عملية التنمية في مصر. احنا عندنا شغل كتير جدا مع المجتمع المدني اتعمل وهيتعمل خلال الفترة القادمة. أكدنا برضو على أهمية فكرة الإصلاح الإداري، وهذا الملف ملف في غاية الأهمية، وأيضا القطاع الخاص والشركات والمجتمع المدني ممكن يكون ليهم دور كبير جدا في دعم جهود الحكومة وفي تأهيل الكوادر وفي تقديم الخبرات والاستشارات الفنية. قلنا ان احنا اطلقنا في الحكومة بداية من العام الجديد 15-16 مبادرة اسمها صندوق اسمه انسباير، او ان احنا بنشجع الابتكارات والافكار غير التقليدية في ممارسة الاعمال الحكومية داخل الحكومة والمشروعات المختلفة. حطينا في هذا الفند 250 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للدولة بداية من 15-16، ودعينا الشركات ان هم يعملوا حاجة بنفس المنطق بحيث ننظم الجهد، نبدأ نعبق كل التمويل، مش كل واحد فينا يصرف لوحده، كلنا ويبقى فيه تعاون ويحقق أهداف محددة بإذن الله. المشروعات التنموية يا فندم، المشروعات التنموية ايه اللي في جوه؟ لا احنا عندنا الحقيقة 12 محور في الرؤية الاستراتيجية، في محور اقتصادي، محور عدالة اجتماعية، محور طاقة، محور تعليم، ابتكار، محور ثقافي، محور أمني، محور سياسة داخلية، محور سياسة خارجية. في محاور موجودة في الاستراتيجية بشكل تفصيلي. الاستراتيجية موجودة ومطروحة على الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط. إن شاء الله احنا خلال الأيام القليلة القادمة، واعتقد يعني قبل بداية السنة المالية الجديدة اللي هي تبدأ من 1 يوليو، ان شاء الله نكون مطلقين تفصيلا وثائق تفصيلية لهذه الرؤية وهذه الاستراتيجية. حضرتك يا فندم ذكرت في المؤتمر على فكرة الطاقة، وان انت فتحت نموذج مباشر بتقولوا مشروعات خدمية بتخدم المجتمع في النهاية، تعليق حضرتك على النقطة دي؟ يعني انا زي ما اكدت في الكلمه بتاعتي، الحقيقه ان القطاع الخاص ليه دور مهم جدا، مش عايز اقول هو كان وما زال وسيظل لاعب اساسي في عمليه التنميه في مصر بشكل عام في مختلف المناحي، مش بس في الاقتصاديه ولكن ايضا اجتماعيا وسياسيا واداريا. ففتح الافاق ودور مهم جدا للحكومه انها بتفتح وبتهيئ المناخ المناسب للقطاع الخاص للدخول. عملنا ده اعتقد بشكل جيد جدا خلال الفتره القليله الماضيه في قطاع الطاقة. بأكد لحضرتك إن المجالات المفتوحة، وبالعكس الحكومة بتتكلم بمنتهى، يعني كنا لسه بالأمس فقط بتكلم أيضا على قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وإزاي نقدر أيضا نشجع القطاع الخاص إنه يدخل في هذه المجالات. مجالات البنية الأساسية المختلفة، الحقيقة القطاع الخاص دلوقتي في العالم كله بقى ليه دور مهم جدا فيها، في إطار مؤسسي سليم ووفقا لقوانين ولوائح منظمة بتسهل وبتوضح حقوق وواجبات ومسؤوليات كل طرف من الاطراف، وهو ده الحقيقه اللي احنا مركزين فيه الفتره دي. توصيه يا فندم حضرتك بتقولها النهارده